رياضة السيرف هي كيف تنقولوا بالعربية رياضة ركوب الأمواج. كناخذوا كنركبوا الأمواج، وباش نديروا نمارسوا هذه الرياضة خاص تكون عندنا اللوح باش كنركبوا على الأمواج، وكيكون عندنا هاد لا كومبينيزون باش تحمينا من البرد. وهي رياضة كنديروها على طول السنة، خصوصا في فصل الصيف فاش كيكون الأجواء سخونة. وكيف قلت لك راه كنقدروا نديروها طول السنه في المغرب كامل، من طنجة حتى للقويره نقدروا نسيرفيو. فصل الشتاء كيكون الاقبال قليل شويه مقارنه مع فصل الصيف، لانك عارف تيكون شويه البارد، الناس ما كتسعمش شويه باش انها تجي للبحر. ولكن في فصل الصيف تيكون الاقبال كبير، في الشتاء كذلك. انا كنهضر بالنسبه للناس اللي يلاه تيتعلموا تيكون الاقبال قليل، ولكن الناس اللي معلمين وتيسيرفيو من قبل ما كيهمهمش لا صيف لا شتاء، خص يكونوا كيف تنقولوا الامواج يكونوا مزيان. هي رياضة الحمد لله شاملة، يعني كتخدم لوكور ديالك كامل، كتبقى كديرها في الطبيعة في لا ناتور مع البحر، الكونديسيون فيزيك تتكون مزيانة، كتخليك تعيا الا درتيها النهار كامل. من بعد كتمشي كتنعس كتاكل، لانك كدير واحد المجهود كبير، كتخليك تاكل مزيان تنعس مزيان، وعندها فوائد كبيرة الحمد لله. حتى في المورال مون كتكون مزيان. انا بعدا ملي تنكون منيرفي ولا كان عندي نهار ماشي هو هذاك، تنجي نسيرفي باش نحاول ندير الفيديو. الحمد لله ما كاينش شي مشاكل كبيره، كنقدروا نمارسوا الرياضه في السيرف كيف قلت لك طول السنه. الناس الحمد لله دابا بداو تيتعرفوا على هذه الرياضه من وقت لاخر، والحمد لله ما كاينش مشاكل كبيره الصراحه الحمد لله. وبحكم المعرفه ديالنا بالمنطقه، احنا ولاد المنطقه يعني كنعرفوا في كاين البلايص المزيانين والبلايص الخايبين. قبل هذا كنقلبوا في الانترنيت، كنبقى نشوفوا الامواج واش كاينين مزيانين، الرياح كنشوفوا كاع لي كونديسيون واش مزيانه ولا لا. ومن بعد هذاك المكان اللي تنمشيو ليه خصها تكون عندنا واحد المعرفه قبل باش نشوفوا واش صالح باش اننا نقدروا. بالنسبه للناس اللي تيسير فيه وكتكون عندهم هذه المعلومات هذيك، يعرفوا ياخذوا جميع الاجراءات باش يحميوا راسهم. انا كنهون نوجه الميساج للناس اللي يلاه بادين وتيمشيو لشي اماكن اللي هي ما كيعرفوهاش من قبل، من الاحسن انهم يسولوا باش يتفاداوا هذه المشاكل، انهم خاطر يغرقوا لا بلونش ضربوا بشي واحد البلاصه اللي فيها الصخر وهي نقول لهم يجيو بعدا يجربوا. فهمتي لي شحال واحد عنده واحد النظره ماشي مزيانه على السيرف، تيقول بان رياضه صعيبه ما نقدرش نديرها، في البحر خايبه، كاين المشاكل نقدر نغرق. لا دابا الحمد لله تقدر ديرها، كاينين مونيتور في المستوى كيعطيك لي كونساي ديال لي سيكوريتي، كيديك المكان اللي هو امن باش انك دير الرياضه ديالك في واحد الجو اللي هو سيكوريزي. تنعطيوك جميع المعلومات، وكنصح ان الشباب يجيو يديروها، ونتمنى ان بزاف الناس وحتى الوالدين يحاولوا يزعموا الابناء ديالهم باش يديروا هذه الرياضه، لانها دابا ولات رياضه اولمبيه. شفنا عندنا بطل مغربي الحمد لله اللي هو رمزي بوخيام، غير يمثلنا في الالعاب الاولمبيه، ان شاء الله غادي يمثلنا في الدوري العالمي لاول مغربي وغادي يشارك في هذه المسابقه هذه. نتمنى ان يكون عندنا اقبال كبير باش نلقاو بزاف من رمزي، ما يكونش عندنا غير واحد، يكون عندنا القاعده تكون كبيره، حيت قد ما كانت القاعده كبيره نقدروا نلقاو شباب اللي غادي يجي وغادي يمثلوا المغرب احسن تمثيل. خصوصا كيف قلت لك كنتوفروا الحمد لله على الامواج في المستوى، البحر، الطبيعه كذلك، شميشه، نقدروا نسيرفيو العام كامل، وهذه واحد الظروف كتخلينا باش اننا نمارسوا هذه الرياضه في اجواء. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب، بارطاجيو الفيديو، ديروا جيم، وتابعوا الدار على مواقع التواصل الاجتماعي.